قام صاحب المعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين بتسليم شهادات الدبلوم في العلوم العسكرية على خريجي الدفعة 13 من مرشح الضباط سرية القادسية بكلية عيسى العسكرية الملكية، حيث بدأ حفل تسليم الشهادات بعزف سلام صاحب المعالي القائد العام لقوة دفاع البحرين وأداء التحية لمعاليه من قبل الدورة المستجدة من المرشحين الضباط سرية أحمد الفاتح. كلية سلام صاحب المعالي قائد العام سلام. السلام عليكم صراط طابور الكنيسة. تلا ذلك خروج الدورة المستجدة ودخول خريجي الدفعة 13 من مرشح الضباط سرية القادسية إلى الميدان، والتي يشارك فيها أشقاء من دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت والمملكة الأردنية الهاشمية ودولة فلسطين والجمهورية العربية اليمنية، حيث قام صاحب المعالي القائد العام لقوة دفاع البحرين بتسليم الشهادات على الخريجين. وقد أعرب صاحب المعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين في ختام حفل تخريج الدفعة 13 من مرشح الضباط سرية القادسية عن شكره وتقديره لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى القائد الأعلى حفظه الله ورعاه على اهتمام جلالته الكبير والدائم بأبنائه الخريجين وبكل منتسبي قوة دفاع البحرين، الأمر الذي مكن هذه القوة من تبوء الموقع المنشود منها كقوة وطنية شامخة وبجاهزية قتالية عالية المستوى وعلى أتم التأهب والاستعداد تحت مختلف الظروف المكانية والزمانية لحفظ حمى الوطن وصون الأمن والاستقرار في المنطقة. كما أثنى معاليه على المتابعة الحثيثة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب جلالة الملك ولي العهد حفظه الله، وذلك لكل ما من شأنه رفعة وتطوير قوة دفاع البحرين، وتفضل سموه بتخريج الدفعة 13 من مرشح الضباط سرية القادسية بكلية عيسى العسكرية الملكية، مؤكدا معاليه إن تخريج هذه الدفعة يجسد اهتمام حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى القائد الأعلى حفظه الله ورعاه لبناء وتطوير قواتنا المسلحة من خلال نهج عسكري يرتكز على استقراء متطلبات الحاضر وتحديات المستقبل. كما أعرب صاحب المعالي القائد العام لقوة دفاع البحرين عن تقديره للجهود الطيبة التي يبذلها كافة منتسبي كلية عيسى العسكرية الملكية وما يطلعون به من دور مميز في إعداد وتأهيل الضباط وتزويدهم بمختلف العلوم والمعارف العسكرية التي تواكب كل التطورات في المجال العسكري، متمنيا معاليه للخريجين التوفيق والسداد في أداء واجبهم الوطني على أكمل وجه والظهور دائما بمظهر مشرف في شتى المواقف والظروف لإعلاء راية الوطن. كما قام سعادة اللواء الركن عبد الله بن حسن النعيمي وزير شؤون الدفاع بتسليم الشهادات لخريجي الدفعة 22 من مرشح الضباط الجامعيين، وذلك في قاعة الملك حمد بمبنى كلية عيسى العسكرية الملكية.
عبورة الجين سي. رجين! الدخل! دخل!